نرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح لدينا عشان تعرفنا بقى بالتفصيل على حالة الطقس. دينا، فعلا يا جماعه دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل الحراره رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق، وده هيقلل احساس بارتفاع نسب الرطوبه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. عايزين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس، لان احنا تقريبا يوم ويوم لا، الجو بالليل بيكون حلو وبعد كده تاني يوم الجو بالليل ما بيكونش زي قبليها، نقول خلاص دي الاجواء هتبدا يعني يكون رطبه متواصله، لكن بنلاقي الجو بعد كده بالليل مش مفهوش نفس نسمه الهواء اللي بتبقى قبليها بيوم. بالفعل احنا بنشهد تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، يمكن في اليوم الواحد وكمان على مدار ايام الاسبوع. احنا اليوم بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره خاصه خلال فترات النهار، هنشعر بارتفاع نسب الرطوبه اللي هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. الاجواء خلال فترات النهار فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي هنحس بالاجواء الحاره الرطبه على المناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، ايضا محافظات شمال الصعيد. هتظل الاجواء شديده الحراره خلال فترات النهار على المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد وجنوب سيناء. مع دخول ساعات الليل وغياب اشعه الشمس هنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره وايضا انخفاض نسب الرطوبه بسبب وجود نشاط الرياح اللي هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، وهنحس بالاجواء المعتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه. المناطق الجنوبيه الاجواء هتكون عليها اجواء مائله للحراره، بالاضافه كمان ان احنا ان شاء الله نتوقع مع يوم غدا الثلاثاء واكثر يوم الاربعاء هنحس بانخفاض درجات الحراره خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. الانخفاض ده هيكون بحوالي من درجه لدرجتين، يعني احنا متوقع ان شاء الله مع نهايات الاسبوع العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 31 درجه مئويه، هيكون في تكاثر في السحب المنخفضه والمتوسطه هتقلل فترات طلوع اشعه الشمس خلال فترات النهار، فهنشعر ان شاء الله بتحسن في الاحوال الجويه على مدار الايام القادمه خلال فترات النهار وفترات الليل. وده خبر حلو جدا بالنسبه للناس، ان درجات الحراره تنزل ل 31 كمان نهايه الاسبوع، ده خبر كويس جدا من حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، ومتابعه يوميه مع حضرتك عن حاله الطقس. خلونا نتعرف دلوقتي على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 34، الصغرى 24، العاصمه الاداريه 34 24، اسكندريه 31 24، العالمين الجديده 30 24، مطروح 30 24، السلوم 31 24، بورسعيد 32 25، دمياط 31 25، السويس 34 23، اسماعيليه 35 24، العريش 32 24، طابا 33 25، كاترين 33 20، شرم الشيخ 38 28، الغردقه 37 27، الفيوم 36 23، بني سويف 36 23، اسيوط 36 23، سوهاج 38 24، قنا 41 27، اسوان 41 28، الوادي الجديد 39 25، حلايب 35 26، واخيرا شلاتين 38 28. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، ويبقى نهايه الاسبوع درجات الحراره تكون منخفضه، هتوصل ل 31 درجه في ساعات النهار. هرجع مره تانية لجمانه ومصطفى علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.